الله 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 يا جمالي دلل علي انا احب دلالي الله 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 يا وصالي من غبت عنك قلبي حن وجالك الله من غبت عني قلبي حن وإجالك الله يا هادي ويا سمير الشريف مو جبت عادل شكرا تحياتي لكم مشاهدينا الكرام حلقة اليوم تكون مختلفة جدا راشيل راقصة استعراضية من لبنان نورتينا مساء الورد مرسي منورة بوجودك شخبارك الحمد لله تمام شلون هالدنيا وياك ماشي حاله بعد كورونا بعد كورونا ماشي حال الحمد لله أنا متعود أظل متمسك ب يعني لك انت العراقية لهجتي حلوة لهجتكم على فكرة جميل فانت لازم تفتهمين عن اللي اقوله احيانا الضيوف يقولون قاعد افتهم شوي احيانا الضيوف يقولون نزال لا تتكلم سريع حتى نفهمك ايه هلا اذا في شيء ما فهمته بقول لك شخبارك نورتينا اخباري زين زينة راقصة استعراضية من لبنان مؤخرا شفنا لك بفيديو كليب مع نور الزين نعم تجربة جميلة كانت ايه كانت تجربة حلوة وموفقة تكلمينا عن نور الزين من شلون كان التعامل بينك وبين نور الزين اليوم اصدقائي حلقتنا تكون مختلفة نتكلم عن الرقص الشرقي يعني اريد نتعمق بدواخل الراقصة الشرقية عندنا امور كثيرة فاريدكم اليوم تكونون ويانا ويانا ركزوا زين وانتبهوا نتكلم بالبداية على عملك الاخير مع نور الزين ايه شلون شفتيه نور الزين بوجه له تحية اكيد شخصية محترمة وكتير خلوق وانا انبسطت كتير اني شاركت معه بكليب على طول كانت تجربة حلوة اخراج رندا لقديح كمان بوجه لها تحية رندا لقديح مخرجة لبنانية مهمة وكبيرة اكيد رندا لقديح صديقة ومخرجة شاطرة كتير انا بوجه لها تحية عملت صورت كليب هيك مودرن شوي شباب لك فيه رقص ضحك جميل. يعني هيك ما فيك تطلع عليه الا ما تكون مبتسم زين هسه اللي شاهد يسال شنو فوائد الرقص الشرقي فوائده كثير حابين نعرف الفوائد احكي لنا من هذول الكثير ايش اول شيء جسديا هو سبور كثير مفيد للجسم بيحرق كثير كالوريز بشد الجسم يعني كل مرأة حابة انه يكون جسمها سبورتيف ومشدود لازم ترقص شرقي منه بتكون عم ترقص هي ومبسوطة ما بتحس حالها انها عم تعمل سبور ومزعوجة ويعني فرض واجب تعمل رقص وسبور بينما نفسيا بيخليك يعني بتعمل دفول ما بتطلع كل الطاقة السلبية اللي عندك بالرقص الطاقة السلبية وبيعطي طاقة ايجابية والله احنا عندنا هواية طاقات سلبية يحتاج لنا هواية رقص لازم ترقص هذا العراقي يا شباب يحتاج لنا هواية رقص والله يا لازم ترقص يا لازم تتفرج على راقصة عم ترقص اتفرج بيها فوائد النظر للراقصة وهي ترقص نحن بنعطيكم طاقة ايجابية بنخليكم تضحكوا زين اسألك سؤال كراقصة اليوم اذا احنا نريد اتكلم براحتي خذ راحتك اكيد اليوم اذا احنا نريد كمجتمع شرقي نهين بنية إذا أردنا نهين بنية بيقولوا لها رقاصة عليك نور شنو شعورك بهذه النظرة المجتمع لكم أنت شنو شعورك شوف يمكن أول ما بلشت رقص كانت تأثر شوي في الكلمة أو الإهانة بس هلأ يعني من بعد ما نضجت ووعيت صرت لقي أنه كل واحد بهين الرقصة بيكون هو جاهل وناقص ومعقد يعني I don't care انت حبيبي ايش ما يغار عليك وانت راقصه وتستعرضين جسدك امام الناس اكيد الراقصه تقدر تحب بزحمه الناس اللي حواليها انت عايشه حياه مستقره لا لاقول لك اني عايشه حياه مستقره لا لانه انا كثير بسافر فحبيبي اكيد رح كثير يتعذب معي بالعلاقه لانه كثير بسافر ومثل ما قلت الرقص بخلي غار بس بدي شير لشغلة بدي شير لنقطة ليش العالم صاروا يقولوا عن الراقصة مش منيحة أو يعتبروها بنت غير محترمة زين. كل اللوم على الأفلام والمسلسلات مصرية ولبنانية وبالوطن العربي ككل كيف تلومين؟ أنا بلوم المنتجين والمخرجين والكاتبين
لانه كل ما بدهم يطلعوا بائعة هواء بالفيلم بيجيبوا راقصة على اساس هي الراقصة هي بائعة الهواء. لا ها. الرقص فن، انا فنانة، انا عم بقدم فن. ماني بيحاولوا شوف بالافلام الامريكية والاجنبية بس بدهم يجيبوا بائعة هواء بيجيبوها بائعة هواء، ما بيجيبوا لك دانسر. ها اذا انت تلومين الافلام المصرية ومخرجيهم و طبعا المؤلفين المنتجين انه ليش تطلعون الراقصه بائعة هوا؟ ايه بس هيك هلا بالوقت الحالي تقدموا بطلوا، يعني صاروا بس عم بيطلعوا راقصه عم بيطلعوها بصوره احلى شوي، بس على طول بتكون خطفت رجاله ما بعرف ليه. وانت مخطفه رجاله؟ يمكن انا بخطفهم بالنظر بس. ها بالنظر بس زين. ممكن الراقصه تكون ملتزمه دينيا مثل احنا قاعدين نشوف الراقصه دينا المصريه تروح للعمره تؤدي مناسك الحج ومن ثم ترجع ترقص بالبدلة الرقص. انت شو تشوفين؟ اول شيء بوجه لها تحيه للرائسه دينا. أكيد. انا كثير بحبها، بس انا بشوف انه الدين على جنب والرقص على جنب. يعني انا كمان ملتزمه دينيا بس انا بعمري ما صورت حالي بالكنيسه انا وعم بقدس او انا عم بصلي، لانه انا على صفحتي مالين صور ببدلة الرقص. سؤال سؤال. اي يعني شوف دينا تؤدي مناسك يعني تروح للحج للعمرة وترجع ترقص، انت تقولين اليوم انا ملتزمه دينيا، اليسار كانت جالسه على هذا الكرسي قبل فتره قالت انا قبل لا اطلع للارقص اقل معوذتين، تكونكم ملتزمات دينيا؟ شنو صح؟ ليش يعني انه الرقص اللي بترقص ما بتكون بتامن بالله يعني؟ شنو صح؟ طبعا صح، انا ما بعمل شيء قبل ما اسلم حالي لله، قبل ما استودع نفسي لله، حتى انا طالع على المسرح استودعك نفسي يا الله. شلون استودعك نفسي يا الله. وانت طالعه ترقصين قبل ما اطلع طبعا بدلة الرقص والرجال والرجاله قلت المصريين يشوفوكم الزلم يشوفكم ولو انا في يكون بالتخت لبسه قميص النوم وصلي انا قبل ما انام عادي، هذا الشيء بينك وبين الله، يعني الله ما راح يطلع عليك شو لابس انت وعم بتصلي له. شنو هذا المنطق اللي تتحدثون بيه انتم اليوم؟ لا طبعا منطق، انتم ما عندكم منطق، يعني شون؟ ليش اللي بترقص ما بحق لها تآمن؟ ما بتحق لها تصلي؟ لا انا ما اقول حق لك آمن، ايه؟ بس اكو امور يعني هلا انا معك بفكرة انه تروح على الحج وتصور حالها بالحج وتاني يوم تنزل صور ببدلة الرقص، انا هي ضدها، انا اللي عم بقول لك اياه انه انا بمارس ديني بس بالخفة بالسر. ما بعرضه لانه انا عم بعرض حالي كرائسه، مش رح اجي اعرض حالي بالكنيسه انا وعم صلي. انا مو ضد انه هي تكون تآمن، اكيد احنا كلنا نآمن، ولكن اكو امور العقل ما قاعد يستوعبها من نشوف راقصه تروح تحتمر ترجع ترقص، انت شو تشوفين هذا التصرف؟ لا انا هاي معك فيها، انا بدها تعتمر على عيني وراسي بس تعتمر لوحدها بدون ما تنشر. لانه رح يصير في تناقض، يعني انه كيف هلا بالعمره وثاني يوم ببدله الرقص؟ مرتاحة أنت؟ حياتك مرتاحة كراقصة؟ حسيتي في يوم نظرة المجتمع عليك يعني أذتك في يوم؟ احكي لي عن حالك أنت. شوف قلت لك ببداياتي كنت أتأذى، يعني كنت مثلا إذا كنت عند رفقاتي اللي كانوا معي بالمدرسة أو بالجامعة إذا وصلوا أهلهم على البيت تقلي مثلا ما تجيب السيرة قدام بابي إنه أنت بترقصي، أنا هيك أزعل. صديقتك تقول ايه مثلا ما تقولي قدام اهلي انك عم ترقصي ما بيعرفوا انك بترقصي. بقول انا واذا يعني بتقولي لا بتعرفي انه هون كيف بيفكروا. بالاول كنت ازعل وقول انه انا شو عم بعمل، يعني انا عم بطلع ارقص وارجع على بيتي، يعني ما فيها شيء غلط. تعتبرين الرقص الشرقي انت فن؟ طبعا فن ومن ارقى الفنون ومن اقدم الفنون. من اقدم طبعا على ايام السلاطنه كان اول فن كان هو فن الرقص. الاعلامي الكبير الاستاذ ثامر امين يقول ما يعتبر انه الرقص الشرقي هو فن، نوع من انواع الفن، ثامر امين ما يعتبره فن. انت شو تقولين لتامر؟ انا هلا بوجه له نفس السؤال لاستاذ ثامر، انت بعدك لهلا بتعتبر الرقص الشرقي منه فن؟ لهاللحظه هاي بعدك بتعتبر انه فن الرقص الشرقي رخيص؟ بس بدي اعرف. يعني تتوقعين ممكن ولا فتره غير الانسان مفاهيمه، يعني تامر غير مفاهيمه طبعا ويقول انه يعتبر يمكن فن، تتوقعين؟ طبعا الحياه عم تتقدم وعم تتطور والفكر عم يتطور بالعالم العربي ككل، يعني نحن هلا مش مثل ليش هو الاستاذ ثامر امين ما يعتبره فن؟ ليش؟ ولا يقول هو فن بس فن رخيص، الراقصه تاكل بجسدها هذا يعتبر رخص، انت شو تقولي؟ ليش الممثله بس تطلع تمثل ما
باوعوا على جسدها كمان. هو مثل الراقصة الممثلة ممكن تكون أم، تكون مدرسة، أيه. يعني أوكي. تكون ممكن تكون ممثلة راقصة. ساعتها بطلت منيحة، صار عم تقدم فن رخيص. كتير فنانات أخذوا دور راقصة بمسلسلات وبأفلام صاروا رخيصات. لا أنا بعارض استستامر بهذا الشيء، وياريت بعرف وجهة نظره إذا بعدها لهلأ نفس الشيء أو تغيرت، لأنه نحن تقدمنا وتطورنا. بفتكر صار جهل أنه نضلنا عم نفكر بهالطريقة. زين، أنت اليوم تزعلي من واحد يقول لك يا راقصة؟ يعني كيف بده يقول لي إياها؟ حسب فلان يا راقصة أو كذا تعالي، ولا فلان الراقصة فلان. هلا أنا بعيت لك يا مقدم تعا، ما تزعلين؟ لا ما بعيت لك هيك، ولا أنت بدك تعيط لي هيك. أنا اسمي راشيل. أوكي راشيل تعا. اليوم يعرفك ايه؟ شخص على شخص، ويانا الراقصة. ايه عادي، بالعكس بكل بفتخر طبعا. أنا عم برقص بالعلن وقدام العالم، وعم بصور أعمال للعالم تشوفني وانشهر، مش لخبي حالي. أكيد بفتخر أني راقصة، ورائسة قدرت أعمل اسم لحالي ووصلت لمرحلة أنا يعني ممنونة منها. زين أنت مفتخرة بحالك اليوم، نظرة أقاربك إلك شنو هي؟ نظرة الأقارب شنو؟ أنت اليوم أحسن من من تحسين حالك يعني؟ وأنا أشوف في نفسك بالمجتمع اليوم ماخذة استحقاقك، ولا مجتمع ظالمك شوية؟ ليك على سيرة الأقارب، الأقارب عقارب. يعني بس يشوفوا حدا ناجح بالعائلة بصيروا ينتقدوه على حي الله شيء. بس أنا فيني أقول لك إنه أنا كمهنتي كرائصة، مهنتي أنا هلأ بشوفها أحسن من مدرسة عم بتطلع أجيال. لا أوكي. إيه. يعني أنت مهنتي شون كراقصة أنت أحسن من مدرسة تربي وتخرج أجيال؟ طبعا. شنو هذا المنطق وشنو هذا الكلام؟ اسمحي لي. اوكي رح افسر لك كيف عم بحكيك. انا من الناحيه الماديه، هلا انت بلا الماده فيك تعيش؟ ما فيك تعيش. المدرسه كل الشهر لتقبض 400-500 دولار، انا باليوم الواحد ما بعمل على اقل من 1500 دولار. ها باليوم الواحد؟ نعم الحمد لله. لا دقيقه، الحمد لله والشكر. يعني انت قارنتي انه انت احسن من معلمه تربي اجيال طبعاً. ماديا ايه تربي اجيال، لانه المعلمه بس بدها يكون عندها مشاكل ماديه رح تجي على الصف مش طايقه حالها، ومش رح تقدر تعطي تدرس مزبوط. بس اكو فارق ما بينك وما بين المعلمه، المعلمه ولا المدرسه تربي اجيال، الراقصه ما لا تستطيع ان تربي اجيال. انا ما عم بحكي مو كل شيء ماده مو كل شيء فلوس، انا عم بحكيك ماديا، انا ما عم بحكيك غير ماديا، انا عم بحكيك ماديا الراقصه اقوى من المعلمه، ورح تكون مرتاحه بحياتها اكثر من المعلمه، لانه رح يكون مزاجها صافي، كل شيء عايزته عندها اياه. ونظره المجتمع اجمل للمعلمه من الراقصه للاسف. بس لا بالعكس، المجتمع اللي عم بتقول نظرته احلى كلهم بيجوا ليشوفوا الراقصه. وقبل ما يجوا يسهروا بيسألوا على التليفون عندكم رائسة؟ تكوني الموديل مع كاظم؟ لا هنا توقفين. شون؟ شون مع أنا كاظم؟ أنا كتير بحبه لكاظم الساهر، وسبق سمارة الراقصة سمارة شاركت مع كاظم الساهر. انت توقعين كاظم الساهر قيس الغناء العربي ممكن أن تكون بكليب مع راقصة؟ شارك مع الراقصة سمارة حفيات القدمين، كان معه الراقصة سمارة. فانا يا ريت هلا اذا عم يسمعني اكيد بتمنى شارك معه، وهذا حلم لإلي. وبالنسبه لإلي تعتزل الراقصه؟ شو وقت تعتزل؟ يعني انا برايي بس توصل للأربعين لازم تقعد بالبيت. مش في عبده اليوم ترقص ومره يمكن 60 سنه. في عبده كاركتير، يعني انا في عبده كثير بحبها، مهضومه فكاهيه ممثله وراقصه، بس انه بطلت عم تحترف الرقص الشرقي كرقص كل يوم على المسرح. لا ممكن اعمل حفلات بعد الأربعين، نقي حفلاتي، بس مش رح ضلني عم بشتغل شغل يومي اي اكيد لا. يعني اصلا رح يطلع جيل جديد، والراقصه كل ما كانت اصغر كل ما كانت مطلوبه اكثر. طيب لكل مثل فنان مميزات، لكل لاعب كره قدم مميزات، لكل راقصه مميزات، انت بشنو تتميزين عن بقيه صديقاتك؟ لك كل واحدة بتتميز بشي. بس إذا بتسمح لي فيني هلأ فرجيك بشو بتميز. بس يا ريت بتخليهم يدخلوا الشباب. أي أكيد خليه يدخلون الشباب، احنا تعبناكم بس ما يخالف تحملونا اليوم.
يا هادي صوتك جميل انت على فكره، لا صوتك جميل زين. خلي يدخلون الشباب، لكل راقصه انا قلت هي مميزات زين. السؤال، كل ما يقال انه كل ما تكون الراقصه بدت الرقص عندها مثير، كل ما تكون هي مرغوبه اكثر للجمهور للفنانين، انت شو تقولين؟ لا انا باردك الراي، لانه انا هلا في ام ارقص لك بهذا الفستان ورح تلاقيني مثيره اكثر من بدله الرقص. يعني كل ما كانت المراه محتشمه كل ما كانت مرغوبه اكثر. كل ما كانت الامراه محتشمه كل ما كانت مرغوبه اكثر. مثل ما بتعرف كل شيء ممنوع مرغوب. هذا الكلام قولي لبعض النساء، مرات احيانا يلبسون لبس قصير ظنهم انه هلا حلو الموضه اوقات بتجبرك تلبس قصير، بتجبرك تلبس على الموضه، بس كل ما بس مش على طول قصير. يعني هلا انا لبسه برات المسرح منه اوفر مثل على المسرح، بس لانه بدله الرقص هيك من وقتها ما خلقنا بنشوفها مشان هيك بنلبسها هيك. طيب يعني تقاليدها. فهلا رح فرجيك بهذا الفستان وانت رح تعطيني رايك اذا بهذا الفستان مثير او ببدله الرقص. مشكله اذا انا اعطي رايي شباب. لا هي مشكله كبيره والله. يلا رجعنا لكم من بعد الفاصل. راشيل نورتيني، حياك الله مساء الورد. حبيبي منورة بوجودك. الله يخليك. بس بدي اسالك ليش ما بدي بدك تعطي رايك؟ انا بدي رايك. مو انا مو مختص، يحتاج تسالين اهل اختصاص. ما ضروري تكون مختص، هذا ذوق. يعني تدري شنو يحتاج تسالين في الراقصه؟ لا انا قمت مختار. هلا رقصت وقصت حطيت شيله على راسي لفرجيك انه حتى لو كانت الامراه محجبه هي وعم ترقص رح تكون مثيرة أكثر من امرأة لبسة ثياب عارية. ها يعني بدلة الرقص مالها؟ لا ما لها تأثير، بالعكس. أنت أعطيني رأيك، هلا بلبسة هيدا مش أحلى من بدلة الرقص؟ بعد ما شافك بدلة الرقص حطت رأيي. هلا بعد شوي بتشوفني. يا ستة بعد بدلة الرقص. الله يستر. يا الربع، يا أصدقائي الغالين، أحيانا ينتقدوني ليش أنه أحاور راقصة؟ وليش ترقص وليش كذا؟ يعني اذا اجيب مطرب لازم يغني صح؟ كذلك الراقصه لها وصلت رقص، مثل ما نشوف في برامج اللبنانيه، مثل ما قاعدين نشوف في برامج المصريه، فلها وصلت رقص. يعني انا بدي اسالك ليه بدهم ينتقدوك مع الافلام المصريه واللبنانيه والبروجرامات كلها اللي عم تطلع كلها فيها رقص؟ حتى فيلم عبد الحليم حافظ ابي فوق الشجرة اخر فيلم صوره في بيروت، هذا كان فيه رقص، وكان فيه رقص شعبي، رقص شعبي، رقص شرقي. ترى الرقص الشعبي والشرقي عم بيجيب ملايين المشاهده على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد. يعني ما فينا ننكر هالشيء. مثلا بعطيك مثال، لو لعبت يا زهر، لحمه شيبه، شوف قديش كسرت الوطن العربي، ملايين المشاهده. وانت شاركتي احمد شيبه بفيلم الثانيه، ثانيه واحده كان انتاج لي محمد السبكي، هذا المنتج طبعاً المصري الكبير. نعم، كانت معاكم تحياتنا الاكيد، وكانت معاكم دينا الشربيني ومصطفى خاطر. كانت اول تجربه لإلي بمصر وكانت تجربه حلوه. شاركت باغنيه مصوره مع احمد شيبه، كمان بوجه له تحيه. تحياتنا له، وان شاء الله كمان رح تجيب ملايين المشاهده بعد جديد. شو اسم الاغنيه؟ أهل الكلام. أهل الكلام. نعم. كيف شفت التجربة في مصر؟ يقال أنه صراحة أنه الشاعر الملحن مقدم برامج الراقصة إذا ما توصل مصر وتشتهر بمصر راح تكون فقط محلية، يعني معروفة فقط في الدولة اللي هو يعمل به، إذا كان مقدم برامج وإذا كان مطرب معروف فقط في دولته، ما يكون معروف على مستوى وطن عربي إذا ما يشتهر بمصر. صح مزبوط، مصر هوليوود الشرق أنا بعتبره. فمشان هيك حبيت يكون لي تجربة بمصر، وكنت حابة يعني اجانا عروض كثير لابقى بمصر وصور افلام ومسلسلات وشارك يعني بحفلات رقص واعراس، بس لاني انا مرتبطة هون ما قدرت. من الاجمل؟ من الاجمل بالرقص الشرقي، دينا ام فيفي عبده؟ بسرعة اسم واحد. كل واحدة عندها كاركتر. فيفي عبده قلت لك هي انا بحبها لانه فكاهية ومهضومة، وقد ما تكبر بتضلها هيك مهضومة. بس دينا كرقص على المسرح مثيرة اكثر. يعني كل واحدة شيء.
يعني دينا مثير اكثر دينا دينا اي كشخصيه في فعبد. طيب شنو رايك قاعد نسمع هذه الايام انت كامراه سميه الخشاب من مصر قاعد تنزل على الفيسبوك انه في اغتصاب زوجي، اكو بعض من مؤيد لهذه الفكره وبعض من ضد هذه الفكره، اكو اغتصاب زوجي ما بين الزوج والزوجه، انت كامراه شنو رايك؟ اكيد لا، شو اغتصاب زوجي؟ ما هيدا جوزها وهي مرته وعنده حقوق عليها مجبوره تعطيها. هلا اكيد اذا هي كانت تعبانه ومريضه هذا غير وضع، اكيد ما رح يجبرها، بس له حق عليها. يعني نحن هلا اذا قصر معنا، اذا قصر مع جوزها رح تقوم قيمتها وتفضحه. ليش انه بدهم يحكوا اغتصاب زوجي؟ لا لك، انا ما حقوق المراه، بس انه ما يزيدوها كمان. الرجال صار بده صار بده مين يطالب له بحقوقه هلأ. اي والله صحيح. الرجال صار بده شو مين يطالب له بحقوقه. مسكين الرجل. يعني انت خالفين سمية الخشاب هالايام؟ لا، ماكو هيك شيء. ماكو هيك شيء؟ لا، انت مسيحيه. شو اغتصاب زوجي؟ شو عم تحكي؟ لا، انت مسيحيه، من الديانه المسيحيه؟ اي طبعا. عندكم شيء بالمسيح؟ احنا نعرف، احنا عندنا بالاسلام اي ما امراه زوجها يدعيها للفراش وتخالفه تنعل الملائكه للصبح. انتوا عندكم شيء بالمسيحيه؟ لا، ما عندنا هيك شيء. مجرد ما صارت مرته زوجته صارت حلاله، وهي يعني مجبوره تعطيه حقه. هذا ما انه اغتصاب، الا اذا كانت مريضه او تعبانه. اكيد لا، لانه هذا الشيء ما بيصير الا برغبه من الاثنين. بس ما في اغتصاب. تخالفين هذه الفكره اللي أيه؟ ظهرت هذه الايام على شبكات التواصل الاجتماعي، والناس قاعد تركب الموجه وتعطي طبعا ارائها. واحد بيغتصب بنت ما بيعرفها، هيدا اغتصاب. بس واحد عم بيمارس حقه الشرعي مع مرته بيكون اغتصاب؟ اكيد لا. في اسئله. سؤال، لو حبيتي مسلم ويريد يتزوجك يقول لك انا ما اتزوج الا تغيرين ديانتك، انت شنو رايك؟ تكونين مسلمه تعرفين الديانه المسيحيه؟ لا، انا ما عندي مشكله حب مسلم، اكيد لا، بس انا منفتحه على الاديان كلها. بس لا، هو بدينه وانا بدين، ما حدا يقرب لي على ديني. موسى بدينا وعيسى بدينا. حبيتي مسلم؟ ايه نعم. واستمرت لا زلتي مرتبطه بي ولا ايه؟ ها يعني زين، ما فشلنا، ظل وفي ها. ايه طبعا، الحمد لله. انت وفيه؟ اكيد. شنو مقياس الوفاء بالنسبه لك؟ يعني الوفاء ما تشوفين غيره بالنسبه لك، ولا وفاء ما تتكلمين مع غيره، يعني او ممكن نتكلم احنا بس ما نروح بمشاعرنا مع الاخرين؟ طبعا. مقياس الوفاء شنو بالنسبه لك؟ الوفاء انه ما انه مشاعرك ما تتخطى حدودها مع رجل ثاني. هلا تحكي على التليفون مع حدا، عندي اصدقاء كثير عادي بنحكي بنروح بنظهر، بس انه ضمن حدود. ونفس الشيء هو رح يكون عنده صديقات، بس اكيد ضمن حدود. يعني نحن ناس منفتحين، بطلنا معقدين يعني. فأنا بلاقيها شيء عادي، بس الإخلاص والشفافية والثقة هن أهم شيء لنحافظ على العلاقة. جيد. عندك إخوان؟ عندي أخت وخي. ديان أصغر مني. أصغر منك هما. ديان ما خفتي باشر يقولون لأخوك إنه أختك راقصة، يشوفون مقاطع رقص لأخوك؟ بالعكس، أنا خيي أخي عمره 15 سنة. زين. بفوت هو على الانستا عندي، وكل كومنت بيكون مجرحين فيني فيه هو بيرد عليهم. ها. بالعكس، خيي بيشوف حاله فيني، إنه أنا بالنهاية مني مجرد راقصة عم بطلع أرقص بالنوادي الليلية وبس. أنا عاملة اسم لحالي وعم بحقق شهرة، وبعدني عم بطمح لشهرة أكبر إذا الله راد. ومحترمة حالي، وبتحدى أي شخص يقدر يجيب سيرته بكلمة عاطلة، لأنه طيب. أنا بروح برقص بأدي واجبي وبرجع على بيتي. تعتبريه أنت هذا واجب؟ طبعاً. زين، كلمة أخيرة لجمهورك، إيش حابة تقولي لهم؟ أنا بدي أحيي جمهوري، وبدي أشكر كل حدا بحبني وبيدعمني. أنا لو ما بحبتكم ما بوصل للي أنا فيه. وبدي أشكرك أكيد على هالمقابلة الحلوة، بحييك. مرسي كتير. وتحية لشعب العراق، انتو شعب كتير مهضوم. الله يخليك. نورتينا وشرفتينا. راح نعطيك وصلة رقص. انت حبيت ترقصين ببدلة الرقص اليوم. نعم. بس راح نسوي، انا راح اقوم
على قولت افل يعني بمعنى اهرب. راح اهرب انا بالنسبه لي كنزار، واذا ما طلعت على الهواء يعني تجي على الفيسبوك يا طويله العمر. Thank you.